مصير هذه الطائفة ومصير هذه البلاد ومصير هذه المنطقة. فالطائفة الدرزية ليست فقط طائفة محاربة كما ذكر هنا، الطائفة الدرزية هي طائفة وجهها للسلام، لحسن الجوار، للمعاملة الحسنة. فإن الميثاق مع دولة إسرائيل وميثاقنا مع إخواننا اليهود لا يعني أن هذا الميثاق هو ضد أي فرد في المنطقة. هذا الميثاق لأجل المحافظة على كرامتنا وعلى سلامة الأرض وسلامة العرض، ولكن هذا لا يعني أننا ضد أي إنسان أو أي فعل. وكما كنا شركاء في قيام الدولة وفي المحافظة على أمنها وسلامتها وبنائها واستقرارها، فلذا نريد أن نكون يا حضرة عضو الكنيسة رابين، أنا عدائي مأمين شتا صار بتخون غني مكفي شتا تيه صار بتخون، نؤمن أن كما كنا شركاء في بناء هذه الدولة يجب على الحكومة أن تعتبر الدروز شركاء في صنع السلام، وإلا فإلا فقد يسيء الآخرون الناظرون في الأخبار وعلى التلفزيون تصرفاتنا، وقد أساء الظن فينا الكثيرون في السنتين الأخيرتين. فلنا دور يجب أن نلعبه، هو دور السلام، ويجب أن يكون لنا تأثير كدروز دينيا، كعرب قوميا، وكإسرائيل كمواطنين شرفاء ومخلصين. أردت أن أقول هذه الكلمة لأنني عدت الآن من الولايات المتحدة، وكنت 3 أشهر في الأمم المتحدة كممثل إسرائيل بين شهر سبتمبر وديسمبر، وشعرت أن وجه الطائفة الدرزية ليس سليما في أعين الكثيرين، وليس هذا تاريخنا، وليس هذا نهجنا. لقد حافظنا على استقرارنا وكياننا وديننا ووحدتنا ووحدانيتنا خلال أكثر من 1000 عام. لذلك المطلوب منا في هذه الأيام أن نحافظ كذلك على سجلنا الطيب مع الآخرين. لخين أدوني سارة بتخون أني مرشلي عرسمي لومار كما ملي بإفريت ترجم موت كتسار. אנחנו לא רק לוחמים, משום שהפנים של העדה הדרוזית קצת נראים אחרת בעיני העולם הערבי וגם העולם היהודי המתון. כמאן פי עין אל-יהוד אל-מועתדלין. אנחנו רוצים לבקש, כמו שהיה לנו תפקיד בהגנת המדינה, הקמתה, שגשוגה ובנייתה, אנחנו רוצים גם תפקיד חשוב בעשיית השלום. לא למלחמה רק פנינו, גם לשלום פנינו, גם כאשר אנחנו חיילים. אני מאחל לך, אני מאחל לעם ישראל, אני מאחל לכולנו שנזכה בממשלת אחדות עם קונססיות, שאפשר לעשות שלום עם שכנינו, הערבים והפלסטינאים, כי בלי שלום ובלי דיאלוג שאתה מאמין בו, ולפחד את החלק שלנו, אנחנו נסבול יחד עם הדורות הבאים. ולכן, עם הרכבת כל ממשלה, אם תהיה בה שר ביטחון או ראש ממשלה, ואני מאחל לך כל הצלחה, ואני מכיר את תפקידך גם כחבר כנסת לשעבר, ואני מכיר גם את תפקידך והבנתך לדרוזים בלבנון כאשר באנו אליך למשרדך וגילית את ההבנה הגדולה ביותר. אנחנו רוצים ומבקשים בהיותך כאן שתגלה את אותה הבנה גם למעמדה של העדה הדרוזית במדינת ישראל, גם לעתידה וגם לתדמיתה
כאמור שאנחנו רוצים גם בשלום. אני בטוח ששייח אמין טריף, הסמל המאחד את העדה הדרוזית, ישמש אולי נר לרגלי העם היהודי, ונסוף סוף נתאחד כדי לעשות ישראל חזקה, ורק ישראל חזקה יכולה לעשות שלום. שוקרן, יא משייכנא. شكرا للكلمه الرقيقه تبع الاخ ابو علان. على كل حال ليس للخطاب بل الاداء واجب. فضيله العم الشيخ امين طريف صديقي وزير الدفاع السابق وان شاء الله المستقبلي السيد اسحاق رابين، عضو الكنيسه السيد ميخا جولمان، عضو الكنيسه السيد احمد النفاع، حضره الحاكم والقضاه المحترمين، اخواننا الضيوف وشيخنا الاعزاء، في هذا العيد العظيم عيد سيدنا النبي شعيب عليه السلام نستقبل بكل ترحاب صديق عزيز للطائفة الدرزية أبى وإلا أن يزورها في هذه السنة رغم الظروف الحالكة السياسية التي تسود هذه البلاد في هذه الظروف. فإني أحييه باسمكم وأعرف مدى صداقته ونظرته الخاصة والمحبة لأبناء هذه الطائفة، خاصة وأن السيد رابين، ونقول ذلك بكل اعتراف وتقدير، كرس كل حياته من أجل أمن هذه الدولة العزيزة التي لنا ضلع كبير في خدمتها والحفاظ على كيانها. إني أوافق على ما قاله صديقي السيد زيدان عطشي، وأقول في عيدنا المبارك بأن الطائفة الدرزية كانت شريكة في الحفاظ على كيان الدولة، وإنها سوف تكون شريكة في السلام، وإننا نشد أيادينا على أيادي السيد إسحاق رابين في موقفه الصارم من أجل السلام ومن أجل خطة بيكر ومن أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف في هذه المنطقة. فأهلا وسهلا في السيد رابين وصحبه الكرام، وكل عام وأنتم بخير. شيخنا الجليل الشيوخ الأفاضل، الضيوف الكرام، عضو الكنيسة السيد إسحاق رابين وزملائه، من هذا المكان المقدس الشريف في التاريخ الحضاري الرامز نتقدم بتهانينا من أبناء طائفتنا وعشيرتنا في هذا اليوم الخير المبارك، ونتقدم بالتهاني لكل المحتفلين بعيد الفطر السعيد. إن هذا المكان هو أولى مكان لأن تخرج منه النداءات والدعوات للسلام، للمحبة، للألفة، للأخوة، خاصة في شرقنا الحبيب على أهله وشعوبه، شرقنا الخصيب بثراه وبثرائه، وشرقنا العجيب بقضاياه وبمشاكله. بالأمس كنا في زيارة عند فخامة رئيس الدولة، وأعطانا خطياً انطباعاته عن زيارته إلى قرية المغار، وكيف تألم عندما صادف العديد من الشباب من الجنود المسرحين من الضباط في الجيش وفي حرس الحدود وفي الشرطة المدنية وهم اليوم يعيشون في بطالة. وقال لنا وعاد وكرر استنكاره لكل الدعوات العنصرية التي تنطلق ضد كل فئة من مواطني هذه البلاد، ونحن جزء لا يتجزأ من هذه الفئة. أعتقد أيها الشيوخ الأفاضل أن من هذا المكان هنالك حاجة ماسة لإقامة لجنة مختصة لدراسة شؤون طائفتنا الأبية
في المجالات المختلفة في مجال التعليم على ضوء الدراسة التي قام بها البروفيسور فاضل منصور. نحن نعاني من قضايا ومن مشاكل عديدة ولا نستطيع أن نخفي هذه الحقيقة لا عن أنفسنا ولا عن أبنائنا ولا عن زملائنا ولا عن شركائنا ولا عن دولتنا التي نحن مواطنون فيها. ولذلك مرة أخرى أتمنى للجميع عيدا سعيدا في ظل بيان وريان الأخوة والمحبة والألفة والسلام، وكل عام وأنتم بخير. على كل حال ضجة كبيرة عم تطلب من الوجهاء الأخ ميخا جولدمان يتكلم، تفضل. منيق العدة الشيخ حميد طريف، ראשי العدة، ידידי חבר הכנסת יצחק רבין، חבר הכנסת נפה، ידידי ראש המועצה וחבר הכנסת לעתיד הקרוב סלח טריף، השופט، היום אתה רואה שגם חתימות זה דבר לא בטוח. אנחנו היום מתכנסים כאן בחג החשוב לכם. לעדה הדרוזית יש חלק חשוב בפיתוחה וזגזוגה של מדינת ישראל. ואני בטוח שלעדה הדרוזית יהיה גם חלק חשוב להבאת השלום שכולנו מחכים לו. אני בטוח שהעדה הדרוזית רוצה ליצור את הקשר הרחב יותר עם בני המשפחה שלהם במדינות השכנות. וכאן היום, ביום החג החשוב לכם, אין דבר יותר חשוב בקריאה לשלום לכולנו, ושנדע מהמקום הקדוש הזה יצאנו מאוחדים, יהודים ודרוזים וערבים, בקריאה לעולם ולשכנים בשלום. חג שמח לכולם. والنبي شعيب له ذكر في الكتب المقدسة، وله أمم تعتقد أنه قريب إلى الله، مجيب لإرادة الله، مطيع لأوامرنا. ولذلك من حيث هذا الاجتماع المبارك لهذه الطائفة العزيزة، وتكرموا علينا الوزراء وأصحاب المراكز الموجودين وشرفونا وشاركونا في هذا العيد، لذلك بنشكر كل انسان على ما تشرف وعلى ما شارك وعلى ما تكلم. لذلك باسم الطائفه نطلب من الله اعاده هذا العيد على الجميع بخير، وكل عام وانتم بخير.